فهاد اللحظة اللي كتفرج فيها في هذا الفيديو ونقول لك بلي راه ما بقاش وقت الحفاظة وسهر الليالي، ما بغيتك تدير نفس الغلط اللي كان غادي يسقطنا. 2018 العام اللي كان عندي فيه الباك، حتى انا كنت بحالك هاد الوقيته كنحفظ ليل ونهار لدرجة انني كنت كنعس على الوراق ونفيق على الوراق، ما كنتش كنعرف شي حاجة سميتها الراحة. كنت كنظن بلي كل ما حفظت بزاف كل ما زاد احتمال النجاح ديالي في الباك، وهاد الفكرة طبقتها في الوقت غير المناسب، وبالضبط حتى بقات ايام قليلة على امتحان الوطن. عارفك مازال ما فهمتيش اشنو بغا نقصد، وانا تعمدت ندير بحال هكا حيت بغيتك تتبع معايا خطوة بخطوة. عندنا هاد كاس الماء، الكاس بوحدو غادي نعتبروه هو الدماغ ديالك، والماء هو المعلومات اللي خزنتي في الدماغ ديالك من بداية السنة حتى هاد اللحظة. فمثلا زدنا كبينا الماء في الكاس، اشنو غادي يوقع؟ منطقيا غادي يعمل الكاس كامل بالماء وغيبقى يدفك في الارض. وكيبقى السؤال المطروح هو واش داك الماء اللي في الارض يقدر يرجع في الكاس؟ طبيعة الحال لا، ولا كبيرة. فراه نفس الامر كيوقع للدماغ ديالك، ما كيبقاش قادر يستحمل داك الكم الهائل من المعلومات اللي كتزيد عليه. والمشكل الكبير هو انك كتفرض عليه باش يخزن هاد المعلومات في وقت اللي قصير بزاف بزاف. لو المشكل الاكبر هو ان دوك المعلومات ماشي من نفس النوع، يعني ماشي غير مادة وحدة او لجوج، هل SVT، هل مات، هل PC، هل انجلي، هل فلسفة. وفي كل مادة كاين بحر ديال المعلومات، وكل بحر اعمق من الاخر، وباش توصل اليابسة خاصك الوقت. والوقت هو علاش داير هاد الفيلم، حيت مبقاش وقت الحفاظة، وخا تحفظ راه غادي يوقع لك نفس البلان ديال الكاس. والمشكلة الاكبر هو انك ما غاديش تعطي الراحة للدماغ ديالك، وإلا ما ارتاحش ما غاديش تقدر تركز نهار الامتحان الوطني، وإلا ما ركزتيش ما غاديش تجاوب مزيان، وإلا ما جاوبتيش مزيان غادي تسقط، وإلا سقطتي غادي يبقى فيك الحال، وإلا بقى فيك الحال حتى انا غادي يبقى فيا الحال، حيت باغي لك الخير. فاعطي راسك الراحة باش تنجح وتفرح والديك. انا تيق فيك، والديك تيقين فيك، فتيق في راسك وفي الله. وكل متأكد كيف سمعتها، كل متأكد باللي إلا كنتي داير جهدك من بداية العام فالله غادي يكافئك على هاد الجهد، يعني غادي تنجح. كان معكم خالد توسوس، and see you next video. سلام.